انا على الهوا. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدي النيل الاخبار. بالفعل دلوقتي احنا مش موجودين مشكلة. في واحد من اهم الاماكن الاثريه الاسلاميه اللي موجوده في القاهره التاريخيه، واللي بيقع ورا بالفعل زي ما انتم قلتوا ورا خلف جامع الازهر الشريف. احنا دلوقتي موجودين في بيت السيدة وسيلة أو وسيلة وسيلة خاتون. يمكن الجامع ده، أو آسف، المنزل ده واحد من أهم الأماكن الأثرية زي ما احنا شايفين دلوقتي. يعني ليه قصة تاريخية، إنه القصة التاريخية بتاعته إن المنزل تم تشييده بواسطة يعني أخين، عبد الحق ولطفي. ده كان أول هما اللي بنوا هذا المنزل. المنزل ده ليه قصص تاريخية وليه مميزات، يمكن ان هو بيمتاز ايضا بالعديد من المميزات، زي مكان زيه زي اي بيت كان موجود في القاهرة التاريخية. هنلاقي انه يعني على الباب المنزل هنلاقي انه مختلف شوية، يعني باب المنزل هنلاقي ان هو مكسور، او زي ما بيقول ان هو يعني ايه، في خصوصية. هنشوف دلوقتي جوه منزل الست وسيلة التصميم المعماري بتاعه الفريد، وانه ازاي كان مميز. احنا دلوقتي دخلنا داخل بيت الست وسيلة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي معايا، انه البيت بيتكون من صحن، يعني صحن واسع. طبعا في العديد من المشربيات، المشربيات دي بتساعد على وجود إضاءة داخل البيت. طبعا طرازه شوية مختلف عن أي طراز موجود من البيوت اللي موجودة في القاهرة التاريخية. ده صحن المنزل، وفي بيتكون من مستويين. المستوى الأول في قاعة تاريخية، والمستوى الثاني اللي موجود فوق حضراتكم اللي انتم شايفينه على الهواء مباشرة، ده صحن كبير وده بيساعد على الإضاءة، وكان بيقام في السهرات داخل بيت الست وسيلة. بيت الست وسيلة يعني كان بالنسبة للمؤرخين وبالنسبة للمرممين هو واحد من أهم الأماكن الأثرية، لأنه كان بيحكي اللي بيحصل بالضبط في القاهرة التاريخية في هذه الحقبة، لأنه كان مدون عليه كل حاجة بتحصل من سهرات ومن بيوت شعر ومن يعني إلقاء للشعر داخل المنزل. منزل ست وسيلة أيضا يعني بيمتاز بأنه كانت فيه قصص تاريخية، لأنه أو قصص طريفة. الست وسيلة كانت بتحاول إن هي تنشر المحبة وتنشر التسامح بين جميع الأهالي وجميع السكان أو الجيران داخل القاهرة التاريخية. أيضا هنلاقي إنه في، يعني أستأذن زميل المصور، في إنه وجود عديد من المشربيات داخل منزل الست وسيلة. يعني المشربيات ديت يعني كانت بتقام خلفها العديد من السهرات والعديد من بيوت الشعر. يعني زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم بالظبط، يعني الطراز المعماري، الطراز الفريد، الطراز العثماني. منزل الست وسيلة، داخل هذا المنزل يوجد العديد من اللوحات الزيتية واللوحات اللوحات الجدارية. عثر داخل هذا المنزل على لوحة كانت موجودة بتشرح فيها العاصمة التركية واسطنبول. أيضا من القصص الطريفة أنه أثناء ترميم المسجد كان هناك بعض يعني الأحجبة الصغيرة كانت بتساعد فيها الست وسيلة على زي ما احنا قلنا نشر المحبة ونشر التسامح بين جميع سكان أو أهالي القاهرة التاريخية. هنكون معاكم مرة تانية من داخل الست وسيلة، هنعرف أكتر عن المنزل ولكن من موقع آخر. نعم، أعود إليك. شكرا جزيلا يا محمد، في الحقيقة عرض مميز جدا ووضعتنا في الصورة زي ما بيقولوا. أكيد حبيبتنا إن احنا نروح المكان، إن احنا رحنا أصلا المكان، بس في الحقيقة عرضك يا محمد كان مميز جدا. شكرا ليك، وأكيد هنعود ليك إن شاء الله وهنشوف كمان مكان آخر.